بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة راح نعمل مراجعة سريعة للمحاضرة السابقة اللي كانت مخصصة عن تعريف الـ Air Handling Unit أو مقصود به السيستم أو ماكينة التكييف، بغض النظر عن نوع الماكينة، سواء كانت مكيف جدار سبليت تعتبر AHU بالمعنى العام طبعا، أو حتى لو باكيج يونت، أو فعلا لو كانت AHU فان كويل، فالكل يدل على أنه هي عبارة عن وحدة لمناولة الهواء، بغض النظر عن معنى AHU هو مخصص ومعروف لدينا أنه AHU هي وحدة معالجة الهواء أو مناولة الهواء الكبيرة اللي عادة تكون بمواصفات معينة. لا، المقصود بالـ AHU اللي هي نافذة A، المقصود بها أي جهاز تكييف يقوم بمناولة الهواء. لتعريف النافذة، لتعريف وإدخال بيانات هذه النافذة بشكل سريع، نذكر بأنه ممكن التنقل بين أكثر من AHU تم تعريفه عن طريق هذه الأسهم ونسخ ولصق بيانات سابقة واعتبار البيانات الحالية كديفولت، بحيث كل ما فتحت نافذة جديدة لـ Air Handler Data تأخذ نفس البيانات، أو يمكن التنقل من خلال الـ AHUs من خلال القائمة واختيار الرقم. لاحظ أني أنا قمت بتعريف وحدة فقط اسميتها AHU GF01، هنا نحدد الوصف أو الاسم، ولدينا عدة تبويبات لتعريف الـ AHU. في تبويب المين يتم تحديد المواصفات الرئيسية، حيث ضمن System Type نحدد هل النظام لديه هو CAV Constant Air Volume أم VAV Variable Air Volume. في حال كان CAV نحدد طريقة حساب وتوزيع تدفقات الهواء، هل عبارة عن Sum of Peaks، أي أنه البرنامج يقوم بحساب تدفق الهواء للسبيس عند البيك لود للسبيس، ثم يقوم بحساب تدفق الهواء للـ AHU بجمع هذه التدفقات الفردية، ولا بالعكس يحسب تدفق الهواء للـ AHU عند البيك لود للـ AHU نفسه، ثم يقوم بتوزيع تدفق الهواء الكلي على التدفقات الجزئية كنسبة وتناسب. فلك الخيار كمصمم. تحدثنا بتفصيل عن معنى وطريقة معالجة الـ Excess Supply Air في حال وجد البرنامج أن هناك فائض في السبلاي اير، فحتى ما يحدث عنده ما يسمى بالسب كولينج، يعني تبريد زائد عن الحاجة، فكيف تريد للبرنامج أن يتعامل مع هذه الحالة إن حدثت؟ هل بطريقة الريزيرف اللي هي يعني عبارة عن تسخين أو عبارة عن احتياط، أن الطاقة التي ستكون زائدة يعني هي عبارة عن طاقة احتياطية ممكن أن أستفيد منها أنا عن طريق تسخينها مثلا كمبادل حراري أو كهيت بايب، والهيت بايب يعتبر شكل من أشكال الهيت اكتشينجر يعني، أو ممكن أستفيد منها، أو بالأحرى ممكن أني أقلل من هالإكسس سبلاي اير عن طريق أني أعمل له تسخين وبالتالي أرفع من درجة حرارة هواء السبلاي، أو ممكن عن طريق الأدجست اللي هي أني أعمل تعديل وضبط لدرجة حرارة الأوف كويل وليس السبلاي. طبعا إذا تغيرت الأوف كويل فحكما أيضا تغيرت السبلاي. أيضا لدينا تحديد وتوصيف للسبلاي فان تايب، ولدينا ثلاثة احتمالات، إما مروحة الدرو ثرو، وذكرنا درو سحب يعني المروحة تسحب الهواء من ملف التبريد، يعني المروحة بعد ملف التبريد، أو blow through أي أن المروحة تدفع الهواء في ملف التبريد يعني هي قبل ملف التبريد، أو package fan في حال كانت المروحة جزء من جهاز التكييف مثل مروحة الباكج، أو بشكل عام إذا بما معناه أردت أنك تهمل حمل المروحة، وكأنه المروحة كمروحة في إلها حمل غير موجودة. ثم ضمن مجموعة الجنرال occurrences of this air handler، هو عبارة عن عدد مرات تكرارية هذه الوحدة، ولنفرض أنه عندك وحدتين متشابهتين متطابقتين تماما تغذيان نفس يعني توزيعات الغرف
في الحالتين، طبعا مو تغذيان نفس الغرف، لا يعني مو انه والله انا عندي وحدتين مثلا، وحده ديوتي وحده ستاند باي، او وحدتين يعني تغذيان نفس السبيس، لا. لكن بمعنى اني انا عندي، افترض كان عندي تو سبيسز متطابقين تماما، وكل سبيس تغذيه وحده، فانا عوضا ان اقوم ب يعني تعريف حيزين وتعريف وحدتين، ساقوم بتعريف حيز واحد ووحده واحده، واذكر ان التكراريه مرتين. وانا شخصيا لا افضل استخدام التكراريه على الاطلاق، لانها قد تؤدي الى بعض الاخطاء. Room exhaust may not exceed supply. هنا تبين للبرنامج بأنه على الإكزوست لا يزيد عن السبلاي، يعني أنت لا تريد للزون أو يعني الحيزات التي تكون مغذاة من قبل هذه الجهة، من قبل هذه الماكينة، في حالة نيجاتيف. أما يعني لو كان الأمر يعني ممكن الحدوث عندك، فتترك هذا المربع بدون اختيار. Heating coil لتوصيف ملف التدفئة أو التسخين إن وجد، حيث تحدد إما supply liter per second أو تحدد living heating coil temperature. living heating coil temperature اللي هي off coil، فتحدد أحد هاتين القيمتين. أما بالنسبة لتوصيف cooling coil، فتحدد أيضا أحد هاتين القيمتين، إما off coil temperature dry bulb طبعا، أو living RH relative humidity، واحد من هاتين يعني القيمتين. وذكرنا بأني غالبا والأسهل والأبسط أنك تحدد درجة حرارة الليفينج، وتتغير حسب النظام عندك، هل هو DX هل هو chilled water، فعلى أساسه يتم افتراض قيمة مقبولة تقريبية لدرجة الحرارة. ثم لديك هنا خيار آخر، وهو خيار هل تريد تحديد الليفينج كولينج كويل اير فلو لتر بير سكند. إن أردت تحديد تدفق معين لوجهة نظرك أنه يجب أن لا يقل التدفق عن قيمة معينة لسبب من الأسباب، أحد الأسباب كما ذكرنا في المحاضرة السابقة مثلا مثل في المشافي، فتحدد قيمة في هذه الحالة. في حال كانت القيمة المحددة أقل من القيمة المحسوبة، أوكي سيعتمد القيمة المحسوبة هو. أما إذا كانت القيمة المحددة أكثر من القيمة التي سوف يقوم بحساب البرنامج، فسيعتمد القيمة المحددة، وهنا سيحدث لدي حالة الـ excess supply air، لأنك اشترطت أن يكون تدفق هواء الإرسال بهذه القيمة. من خلال حسابات البرنامج تبين بأن هذه القيمة التي أنت اشترطتها أكبر من يعني حاجته، طبعا لأنك كمان في نفس الوقت حددت الـ leaving dry bulb temperature. فكيف سيتعامل مع هال excess supply air؟ هذا ما يعني عليك أن تحدده ضمن هذه المجموعة، مجموعة الـ excess supply air. أو أترك القيمة صفر. صفر في هذا البرنامج لا تعني صفر، انتبه، صفر في برنامج الـ elite لا تعني صفر. صفر في برنامج الـ elite لها عدة معاني حسب موقع. في حالتنا leaving cooling coil liter per second، صفر تعني يا برنامج انت احسب السبلاي liter per second المناسب. فاذا اردت من البرنامج هو اللي يحسب السبلاي liter per second، اذا اترك القيمة صفر. توصيف المجموعة الاخيرة الفان efficiency and pressure لمردود المروحة الكلي، وهو عبارة عن حاصل جداء المردود الكهربائي مع الميكانيكي الالكتريكال والميكانيكال efficiency، فتحدد جداء هاتين القيمتين ضمن حقل موتور اند افشنسي، موتور اند فان افشنسي، او وليس او. ثم تحدد في الحقل التالي الستاتيك بريشر اكروس فان، كم تتوقع ان يكون هبوط الضغط ضمن السيستم، يعني وهو هبوط الضغط اللازم تامينه من المروحه. ذكرنا ان هذه القيمه تحدد من خلال الخبره، رينج معين حسب طول التكت المتوقع لديك، على اساسه يتم تحديد هذه القيمة. ثم انتقلنا إلى تبويب جنرال، حيث لدينا ضمن المجموعة Profiles تحديد لبروفايلات كل من People Lighting Equipment، إن أردت أن تكون مختلفة عن الديفولت التي أنت حددتها في تبويب الجنرال.
نافذة الجنرال بروجكت داتا إذا كنتم تذكرون حددنا نحن بروفايلات ديفولت. البروفايلات اللي حددناها في نافذة الجنرال بروجكت داتا هذه ديفولت عامة لكل المشروع، لكن أنت ممكن أحد يعني الـ AHUs تكون شاذة عن الديفولت الذي حددته ضمن تلك النافذة، فهنا تحدد قيم مختلفة. فالصفر هنا تعني الديفولت. فعندما أقول مثلا ضمن الحق بجانب الحق people صفر، لا يوجد شيء اسمه profile صفر لأنه يبدأ من 1 إلى 10، فعلي أن أختار قيمة. فصفر هنا تعني الديفولت، وهنا لاحظ يعني القيمة المسجلة على اليمين، لاحظ أنني أنا اخترت الديفولت البروفايل الأول، وللايتينج البروفايل الثاني، وللإكويبمنت البروفايل الثالث. فإذا أردت أنت اعتماد هذه البروفايلات فعلا لهذه الوحدة فنترك القيم صفر يعني كما هي، أو علي إذن أختار يعني بروفايل مختلف. مثلا للبيبول ممكن أختار البروفايل الرابع جنرال. إذن هنا أنت يعني عملت ما يسمى بالأوفررايد، القيمة المحددة هنا عملت أوفررايد على الديفولت، فأصبح المعتمد للبيبول هو 4 وليس 1، والمعتمد لللايتنج هو باعتبار أنا محدد 0 هو نفسه 2 الديفولت. لدي مجموعة السيفتي فاكتورز عبارة عن عوامل أمان، أيضا تم تحديد هذه العوامل كديفولت ضمن النافذة الجنرال بروجكت. نفس الكلام ينطبق، صفر يعني ديفولت وليس صفر، انتبه، صفر لا تعني صفر كقيمة رياضية كقيمة حسابية. صفر في هذه الحالة، لاحظ هذا الرمز صفر داش أكبر، هذا يعني أنه هذه القيمة إذا كانت صفر تعني الديفولت المسجل على يمين هذا الحقل. فإذا أردت تغيير القيمة يعني غير الديفولت فتحدد ضمن هذا الحقل. المجموعة chilled water, hot water and steam لتوصيف فرق درجات الحرارة بين supply and return للwater سواء في حالة الشيلر أو في حالة البويلر، وذلك إن تم استخدام chilled water system أو hot water system. كذلك نحدد هنا الطاقة الناتجة عن البخار في حال كنت تدرس مشروع فيه steam boiler. في هذه الحالة يعني القيمة الافتراضية عادة تكون 970 واط لكل كيلو جرام. ضمن المجموعة miscellaneous هنا نحدد بعض البيانات الإضافية. ذكرنا أنه يمكن أن أحدد قيمة الـ SHR للجهاز نفسه أو ما يسمى بالـ Grand SHR، أو هنا يطلق عليه مصطلح Person Sensible Capacity. ففي هذه الحالة يمكن بشكل تقريبي تقديري أو ربما بعد ما تكون عملت Selection لجهاز التكييف تعود مرة أخرى إلى البرنامج وتحدد قيمة الـ SHR التي نتجت من خلال الكتالوج، وهنا تحدد طريقة حساب الكولينج لود بإحدى طريقتين، إما بطريقة النت أو بطريقة الأجاست. طريقة النت اللي هي الطريقة الافتراضية البسيطة اللي هي عبارة عن أنه قدرة ملف التبريد تساوي السنسبل المحسوبة زائد الليتنت المحسوبة، وهذه المفروض يعني هي الطريقة يعني الطبيعية التي يتم اتباعها. أما الأجاست فهي عبارة عن تعديل لقيمة الكولينج كويل كاباسيتي اعتمادا على أمرين، اعتمادا على قيمة الـ SHR التي حددناها هنا في الـ Person Sensible Capacity، واعتمادا على أنه في حال كان في عندك Excess Supply Air واخترت أنت خيار Adjust، في هذه الحالة سيقوم البرنامج بتعديل درجة حرارة الـ Off Coil كما ذكرنا وفق الـ SHR الذي حددناه ضمن هذا الحقل. يعني ربما يكون هذا الخيار نادر الاستخدام خيار adjusted، لكن للتوضيح أمامك هذا الخيار، فإذا أردت أنك يعني تحاول تطبقه نتيجة وجود عندك excess air فعليك أن تفهم ما هي حيثيات أو فلسفة اختيار هذا الخيار حتى تعرف النتيجة التي ستنعكس عندك في حساب قدرة ملف التبريد. بالإضافة إلى people diversity وذكرنا أنه عبارة عن عامل توزع الأشخاص، وأيضا هو
يأخذ القيمة صفر، يعني أنه يأخذ الديفولت. أما أي قيمة مخالفة فراح يعمل override على قيمة الديفولت. Calculation options عبارة عن خيارات الحسابات. ففي هذه الحالة لدينا أربع خيارات، إما ما هو محدد في الجنرال بروجكت داتا يعني الديفولت، أو أن تكون الحسابات للهيتينج والكولينج بغض النظر عن الديفولت، أو للهيتينج فقط دون الكولينج بغض النظر عن الديفولت، أو للكولينج فقط دون الهيتينج بغض النظر عن الديفولت. إذن الخيار الأول يعني يا برنامج امشي حسب الديفولت اللي أنا حددته في الجنرال بروجكت داتا. أما الخيارات الثلاثة المتبقية فهي عبارة عن override. مطيع بيسأل ما هي وحدة Steam Energy Unit. لاحظ أنه هو ذاكر لك. طبعا في بعض الواحدات اللي هي الواحدات اللي قد تكون غريبة، يعني واحدات درجات الحرارة لن ينبهك البرنامج، لأن واحدة درجة الحرارة سواء في حالة IP البريطانية معروفة فهرنهايت، أو في حالة الواحدات المترية معروفة سلسيوس. لكن مثلا واحدة الستيم انرجي لاحظ منبهك انه هي وات لكل كيلوغرام، وات لكل كيلوغرام وليس جول. تمام. طيب احمد، رجعنا شوي لورا. احمد سألني عند توصيف ملف التبريد لماذا تكون درجة حرارة عند ملف التبريد هي اورينج، علما انها عند الملف فلا يوجد دكت لانها عند الملف. طيب المقصود يا أحمد، سؤال جميل. المقصود بملف التبريد احتمالين. إذا كان عندك النظام DX فملف التبريد هو عبارة عن الكوبر بايب، يعني ملف النحاس اللي مارر داخله فريون، أو بشكل عام ريفرجنت، أي وسيط تبريد فريون غالبا. الاحتمال الآخر أن يكون ملف التبريد عندك ضمن سيستم chilled water system، فملف التبريد عبارة عن ماء بارد يمر ضمن هذا الملف. هل درجة حرارة الفريون تساوي درجة حرارة الماء البارد؟ إذا كان الجواب لا، لا تساوي، إذن درجة حرارة الهواء الخارج من ملف التبريد في حالة الـ DX system، DX يعني فريون، لا تساوي درجة حرارة الهواء الخارج من ملف التبريد في حال كان chilled water system. ولذلك أنا ذكرت في المحاضرة السابقة بأني كيف يتم تقدير هذه الدرجة. إذا كان النظام عندك DX فتكون عادة تتراوح ما بين تقريبا هذا الرينج ما بين 10 إلى 13. طبعا هذه supply temperature، بمعنى اللي هي في نهاية الدكت. فإذا قلت لي لا يوجد عندي دكت أبدا مثلا، أو إذا قلت لي أصلا هذه الدرجة التي يحددها يطلبها البرنامج هي الأوف كويل وليست السبلاي تمبريتشر كما يطلب برنامج هاب، عندها أقول لك إذا كان النظام دي إكس ستكون درجة الحرارة بحدود 10-11 درجة مئوية. طب بناء على إيش؟ يعني حتى يعني لماذا أيضا هذه عبارة عن رينج؟ حسب المسافة بين الإندور والأوتدور. ولذلك أنت لا تشغل بالك كثيرا بتحديد درجة الحرارة بدقة، لأنها أصلا لن تكون دقيقة، لأن درجة الحرارة أصلا هذه سوف تتغير وفق عدة عوامل. حسب المسافة بين الإندور والأوتدور، يا ترى المسافة 3-4 أمتار ولا المسافة 20 متر؟ حسب درجة الحرارة الخارجية، إذا سنتكلم على أرض الواقع، يعني أنا ولنفرض جبت جهازين أو نفس الجهاز المسافة بين الاندور والاوتدور 3 متر، نفس الجهاز، قم بقياس درجة الحرارة صباحا وظهرا ومساء، درجة الحرارة الخارجة من الكويل مباشرة، ستجد انها مختلفة. لماذا؟ لسبب اختلاف درجة الحرارة في الخارج، ودرجة الحرارة في الخارج تؤثر على الكوندنسينج تمبريتشر، وتؤثر على البريشر، وتؤثر على عدة عوامل، وبالتالي ستؤثر على درجة حرارة التبخير الـ evaporating temperature، وبالتالي ستؤثر على درجة حرارة الهواء الملائم. فلذلك كل هذه العوامل تجعل من هذه الدرجة متغيرة. لكن أنا مطلوب مني أن أخمن وأقدر درجة حرارة تكون منطقية على أساسها يتم التصميم. ف
فلذلك قلت لك كدي اكس بشكل عام ستكون متراوحة بين 10 إلى 13 تقريبا يعني. فإذا قلت لي باعتبار أوف كول تمبريتشر أقول لك تقريبا 10 11. إذا كانت المسافة كبيرة جدا بين الإندور والأوتدور أكثر من 20 متر ممكن أعتبرها 12 درجة مئوية من مبدأ يعني أني راح ترتفع قليلا وهكذا. أما إذا كانت تشيلد ووتر سيستم فممكن أن تصل درجة الحرارة السبلاي إلى 16، بينما الأوف كويل ستكون بحدود 13 14 تقريبا. أيضا بناء على ماذا؟ حسب المسافة بين الفان كويل والتشيلر، أو بالأحرى بين الفان كويل والمضخات السكندري بامبس. فإذا كانت مسافة قريبة جدا ممكن هي أول فان كويل يتم تغذيتها من المضخة. هل هي نفس درجة حرارة آخر فان كويل وأبعد فان كويل يتم تغذيتها من المضخة؟ فستجد أن هناك يعني فرق في درجات الحرارة ولو أنه بسيط، لكن يبقى الأمر تصميمي. أنت ما تأكل هم يعني تقول يا أخي ربما افتراضي هذا على أرض الواقع لن يكون مطابق. أنا أقول لك نعم، أكثر من 90% من افتراضاتك كمهندس لن تكون مطابقة على أرض الواقع، لكن أنت يجب أن تفترض حالة تصميمية تكون مقبولة. ما تفترض درجة حرارة مثلا الأوف كويل تمبريتشر مثلا 9 درجات في حالة التشيلد ووتر سيستم. أقول لك هذا الافتراض خاطئ، لأنها لن أكيدا تنخفض إلى 9 درجات، فعلى أي أساس افترضت هذه القيمة؟ فحاول أن تكون افتراضاتك التصميمية قدر الإمكان يعني قريبة من الواقع. ثم انتقلنا إلى تبويب الـ Infiltration Ventilation، وهو توصيف لكل من الـ Ventilation في حالة الهيتينج والكولينج في النصف العلوي، حيث نحدد ما هي طريقة الـ Ventilation التي تريد على أساس الحساب. إما ACH Air Chamber Hour ممكن تستخدم كما ذكرنا مثلا في المشافي وبشكل عام الكلين روم، أو لتر بير سكند بير بيرسون للشخص أو بير سكوير متر من مساحة الأرضية، أو لتر بير سكند بير بيرسون وزائد لتر بير سكند بير سكوير متر من مساحة الأرضية، وهذه عادة متبعة في جداول أشري، أو دايركت لتر بير سكند إذا كان عندك قيمة تدفق من وجهة نظرك تريد تحقيقها، أو إذا كان الجهاز عندك 100% هواء فريش طبعا لغرض التبريد وليس لغرض الفنتليشن، فإذا نختار الخيار 100% off supply air. طبعا الكلام الذي ينطبق على الهيتينج ينطبق على الكولينج من حيث الخيارات. أما النصف السفلي فهو لتوصيف الانفلتريشن، وأيضا مقسوم إلى هيتينج وكولينج، وعلى أساس الخيار تحدد القيمة الفاليو اللي موجودة تحت. ثم انتقلنا إلى تبويب indoor conditions، وهو عبارة عن تحديد لمواصفات الحالة الداخلية، شروط الهواء الداخلي. طبعا حددنا هذه القيم أيضا في يعني النافذة اللي اسمها I أو indoor outdoor design conditions، ولذلك لاحظ هنا لدي بس شفت الرمز 0 داش أكبر تعني أن هذه القيمة هي الديفولت 24، ولذلك إذا حددت القيمة 0 تعني 24 ولا تعني 0. أو بإمكانك تحديد قيمة يعني مختلفة قد تراها مناسبة، ونفس الكلام ينطبق على الريلاتيف هيوميديتي. ثم لدينا تبويب الميسلينيوس، أحمال أخرى أو توصيف آخر، حيث لدينا مجموعة الدكت وورك تمبريتشر تشينج. في حال كان لديك دكت فيطلب منك البرنامج تحديد كم هو الانخفاض في درجة الحرارة شتاء في السبلاي وفي الريتيرن، والارتفاع صيفا في السبلاي وفي الريتيرن. فعندما أقول مثلا 1 winter drop supply أي أن درجة حرارة الهواء الخارج من ملف التسخين في حالة الوينتر سوف تنخفض حتى الوصول إلى فتحة الأرسال مقدار درجة مئوية واحدة. طبعا الأمر أيضا تقديري تقريبي يعتمد على الخبرة وحسب طول الدكت وحسب نوع العزل وحسب الدكت يمر في مكان مدفأ أم لا، أم يمر ممكن مثلا يمر الدكت في الخارج، فستؤثر هذه العوامل على هذه القيمة. وأيضا إذا كان لدينا أي أحمال أخرى مثل نيوس جين، أي كسب حراري متوقع أن يكون
موجود عندي لهذا السيستم سواء كسنسبل او ليتنت، سواء على خط السبلاي او على خط الريتيرن. ثم هناك توصيف للهواء الخارجي او ما يسمى بالpre-treated outside air options، والخيارات هي اما outside air is not pre-treated، الهواء اللي عم يدخل عندي ليس معالج، يعني الهواء ما هي درجة حرارة في الخارج 45 مئوية، سوف يدخل إلى جهاز التكييف 45 ويختلط مع الراجع مثلا 24-25، إذن سيختلط ال 45 مع ال 24. أما إذا قلنا outside air is pre-treated for cooling only، أي أن الهواء الخارجي يتم تبريده، يتم تبريده إلى أي درجة؟ لاحظ تحت في عندي مجموعة pre-treated air temperature، summer dry bulb summer wet bulb، يتم تبريده إلى مثلا درجة الحرارة ولنفرض 30 dry bulb و wet bulb ولتكن مثلا 21 حسب تصميمك. طيب هل ممكن أن يكون pre-treated بالكامل يعني مبرد حتى ال 24؟ نعم، هو الاحتمال الأكبر. عندما نعمل pre-cooling coil فغالبا، أقول غالبا يعني في المشاريع الحالية المنفذة، البريكولينج كويل تحمل كامل حمل الفنتليشن. كم يعني تحمل كامل حمل الفنتليشن؟ يعني يتم التبريد حتى 24 درجة مئوية، ولذلك يدخل الهواء إلى الفان كويل 24 ويختلط مع الراجع 24، يعني ما في حمل عليه. فالفنتليشن في هذه الحالة لا يتحمل على الوحدة التبريد. طبعا عندما نقول outside air is pre-treated for cooling only معناها انه هو معالج فقط في الصيف، اذا في الشتاء يتحمل على ملف التسخين. او outside air is pre-treated for heating only يعني يتحمل في حالة التبريد ولكن شتاء يعني معالج. او is pre-treated for both heating and cooling اذا اعتبرت انه هواء التهوية يعني مبرد ومدفأ صيفا شتاء. أو ignore pre-treated load at the building level يعني مطلوب في هذه الحالة إهمال حمل التهوية. أعتقد أن هذا الخيار لن تستخدمه إلا في حالة مؤقتة للمقارنة فقط، وإلا المنطق أن هواء التهوية ستحسب إما معالج أو لا، يعني أما أن يتم إهماله فهذا الخيار غير منطقي إلا يعني للدراسات الأكاديمية أو ممكن يعني فقط للمقارنة. ولدينا المجموعة الأخيرة الـ Heat Recovery Ventilator، عبارة عن توصيف هل يوجد عندك Heat Wheel أو بشكل عام مبادل حراري أو ما يسمى بالاسترجاع الحراري Heat Recovery. إن كان الجواب نعم فتختار Yes سواء في حالة Winter أو في حالة Summer، وكم هي قيمة الـ Efficiency لهذا الـ Heat Recovery. ثم ذكرنا بأنه في حال طلبت من البرنامج أنه يتم تصديره فيما بعد كحمل على برنامج الإليت داكت سايز بحيث يتم حساب الداكتات على البرنامج، فبإمكانك توصيف هذا التبويب، تبويب الداكت سايزينج، بحيث لدي هنا مين ترانك. المين ترانك هو عبارة عن الدكت الرئيسي، وفي عندي ران اوت اللي هو الدكت الفرعي اللي غالبا عبارة عن فليكسيبل بيوصل مع الديفيوزر. أي دكت flexible بيوصل مع diffuser يسمى run out، أما المين trunk فهو عبارة عن الدكت الرئيسي. فلدينا ما ينطبق يعني على العمود الأول ينطبق على الثاني، بمعنى الكالكوليت هل تريد حسابه نعم أو لا سواء للمين أو run out. هل تريد استخدام السكيجول نعم أو لا؟ ما المقصود سكيجول؟ سكيجول ذكرنا بأنه هو على اليمين، كيف تريد للبرنامج أنه يعتمد أبعاد الدكتات؟ مثلا هل هي طبعا أول ثلاثة أرقام لوحدات الإنش والأرقام الثلاثة الأخيرة بالوحدات المليمتر. مثلا لو ذكرنا بالمليمتر، لاحظ اسمه متريك every 50 مليمترز يعني كل 5 سنتي. لاحظ في هذه الحالة أبعاد الدكت المسموحة هي 5 10 15 20 25 30 وهكذا سنتي حتى المتر. يعني لما رح يحسب أبعاد الدكت لا يمكن أنه ينتج معه دكت بأبعاد 17 سنتي.
قد تقول تقولي لا أنا أريد منه فعلا أن يصمم أنه يسمح بأنه يصمم دكت بأبعاد 17 سنتي. في هذه الحالة تصمم أنت سكيجول خاص بك عن طريق Tools Duct Schedules، تفتح هذه القائمة وبتعمل New Duct Schedule وبتحط الأرقام، تحدد الأرقام اللي أنت رح تسمح للبرنامج بأن يتبعها في تصميمه للدكت، من مضاعفات الخمسة، من ممكن كل عشرة، ممكن كل سنتي، يعني تسمح كل عشرة ملي متر، يعني كل سنتي. طبعا بغض النظر عن منطقية هذا الكلام، لأنه عادة في الدكتات يعني نمشي على أساس مضاعفات الخمسة سنتي أو 2 إنج عادة، فما في داعي يعني تعمل سكيجول جديد إذا كنت تريد اتباع ما هو متعارف عليه في السوق. فلذلك تختار السكيجول، لاحظ الخيارات عندي للمليمتر، إما every 50 أو every 100. ممكن تقول لي أنا ما رح أمشي كل 5 سنتي، ممكن رح أمشي كل 10 سنتي، يعني رح يسمح بدكتات مثلا ببعد 10 ب 10، 20 ب 10، 30 ب 20، 40 ب 20 وهكذا. لكن الـ every 50 مسمح لك 15 ب 10، 25 ب 30. فالرقم 4 هو المنطقي، أو 6 every 25، فقط كل 2.5 سنتي، من يعني رأيت أني هذا هو الخيار الأنسب. فتحدد سكيجول المطلوب وعلى أساسه يعني تطلب من البرنامج أنه يتبع هذا سكيجول أو لا. roughness factor اللي هو عامل خشونة السطح الداخلي، ولدينا خمس categories نختار، إما يعني smooth أو medium smooth أو average أو rough أو medium rough، وذلك حسب طبيعة الدكت. فمثلا إذا كان الدكت عندك fiberglass أو إذا كان aluminium مثلا نختار smooth، إذا كان PVC نختار smooth، إذا كان GI duct اللي هو galvanized steel فتختار medium smooth وهكذا. بالنسبة لل run out مثلا باعتبار flexible نختار flexible duct rough وهكذا. pressure drop كم هو عامل الاحتكاك، او يعني كم باسكال لكل متر تريد التصميم على اساسه، والمينيموم فيلوسيتي الماكسيموم فيلوسيتي المسموحه، والمينيموم هايت والماكسيموم هايت للدكت المسموح به على اساس انه في عندي تدلي سقف مستعار، والشيب مثلا المين تراك غالبا راح يكون مستطيل، وبالنسبه للرن اوت راح يكون دائري، وكم هو الماكسيموم لتر بير سكند بير رن اوت، لذلك هي محدده فقط للرن اوت. كم تريد اني الفليكسبل الواحد يشيل ماكسيموم، فأنت ممكن يعني متعارف عليه مثلا اني ما نركب اكثر من ولنفرض 12 انج كقطر فليكسبل، غالبا يعني ما بنركب اكثر من 12 انج، ممكن في المصانع لازم الامر ممكن اركب 16 انج، لكن غالبا في المشاريع العادية مثلا 12 انج. طب ال 12 انج مثلا لو فتحت الجداول رأيت انه مثلا بتشيل ماكسيموم ولنفرض 150 لتر بير سكند، فاذا احدد في هذه الحاله ان يا برنامج اكثر من 150 لا تصمم الرن اوت واحد. في هذه الحاله اذا طلع عنده مثلا قيمه هذه الغرفه تحتاج ولنفرض 400 لتر بير سكند، اذا سيقوم البرنامج بتقسيمها الى ثلاثه رن اوت، يعني في عندي ثلاثه ديفيوزر في هذه الغرفه وهكذا. طبعا اذكر مره اخرى هذا التبويب في حال اردت فقط انك تصدر المشروع الى الاليت داكت سايت، ما بدك تصدر المشروع اهمل تماما هذا التبويب. ولدي التبويب الاخير اللي هو التبويب الاكويبمنت، اذا اردت انك تعمل سيلكشن لجهاز التكييف، ويعني غالبا لن تستخدم هذا التبويب لكن شرحناه نحن في المحاضرة السابقة وذكرنا بانه ممكن تنزل يعني كتالوج من بين عشرات الكتالوجات المتاحة على الموقع الرئيسي للبرنامج. مطيع بيسأل البريشر دروب ألا يتأثر بمقطع الدكت والسرعة؟ طبعا أنا في عندي مخطط اسمه مخطط البريشر، بتوقع يعني كلكم عارفينه، هو عبارة عن تقاطع خطوط. بنلاحظ أني البريشر طبعا البريشر ريت كمصطلح لو كنا دقيقين، البريشر ريت يتأثر بالمقطع والسرعة. البريشر دروب اللي هو هبوط الضغط الإجمالي طبعا كنتيجة أكيد أيضا راح يتأثر
بمقطع التكت والسرعة. بعد ما ننتهي من تعريف الـ Air Handler Data، ممكن بنفس الطريقة إنشاء وحدة جديدة. إذا بفتح رقم 2 وأقوم بتسميته وهكذا توصيف نفس هذه الجهاز بنفس الطريقة، رقم 3-4 حتى أنتهي من توصيف جميع الوحدات الموجودة لدي. بعد الانتهاء من الاير هاندلر ننتقل إلى تعريف ما يسمى بالروم. إذا نفتح نافذة الروم داتا، وذلك لتعريف حيز الروم. مقصود فيها ممكن بالمعنى الخاص هي عبارة عن غرفة، أي غرفة ممكن نسميها روم. وممكن بالمعنى العام، ليس بالمقصود أن الغرفة اللي هي محدودة بالجدران الأربعة والسقف الأرضية، ممكن الشقة بالكامل أعتبرها روم، ممكن الدور بالكامل أعتبره روم، ممكن البرج اللي هو مكون من 20 دور بالكامل أعتبره روم. لماذا؟ أحيانا أنت تريد تحسب حمل البرج بشكل سريع وتقديري ويكون مقبول لحتى يعني تقدم كوتيشن مثلا لشخص طلب منك. فما معقول تروح تدرس يعني 100 شقة الموجودين في هذا البرج لمدة 3-4 أيام أو أكثر يعني لحتى تقدم له الكوتيشن. لا، ممكن تعتبر البرج بالكامل عبارة عن دور، جداره هي عبارة عن واجهات الدور، ونوافذه هي مجموع نوافذ البرج بالكامل مقصود، وسقفه هو سقف البرج. فإذا ممكن تعتبر البرج عبارة عن غرفة، وتحدد أبعاد هذه الغرفة على أساس أبعاد البرج وتدرسها. فالحمل اللي راح يكون ناتج عندك هو حمل البرج بالكامل. طبعا هذه الطريقة تعتبر تقريبية، لأنه في النهاية البرنامج راح يعطيك ما يسمى بالبلوك لود بدون دخول في التفاصيل، لكن على الأقل تعتبر أفضل من أني مجرد أني أقول كم مساحة البرج عندي وأحسب المساحات وأحسب القدرة أو اللود عن طريق المساحات. طريقة المساحات تعتبر فيها نسبة خطأ كبيرة، يعني خصوصا لما تكون في عندك مساحات كبيرة جدا، ما أنه والله مجرد غرفة. غرفة ممكن من خلال الخبرة تعرف أني تحتاج كذا طن، لكن لما تقول في برج فممكن تقول لي والله سيحتاج بين 400 إلى 600 طن. طب هذا رينج كبير كتير، أن أقول بين 400 إلى 600، هذه ليست حسابات. ولذلك ممكن أستخدم يعني طريقة أني أعتبر البرج بالكامل عبارة عن روم، لكن بشكل خاص روم تعني غرفة. وأنا أنصحك عند دراستك لأي مشروع تكييف أنك تكتر قدر الإمكان من عدد الغرف. بمعنى ولنفرض عندك شقة صغيرة، المطلوب منك أنك تصمم لها جهاز تكييف واحد هو داكت سبيت راح يغذي الشقة بالكامل، علما أن الشقة تتكون من غرفة نوم، صالون أو غرفة جلوس، مطبخ، وممر صغير يعني مطل على الباب الخارجي للشقة، على باب الشقة، وهذا الممر يوزع على المطبخ والصالون. طيب كم غرفة لدي في هذه الحالة؟ لدي غرفة النوم، هذه غرفة، لدي المطبخ، هذا يعتبر غرفة، لدي الصالون، والصالون غالبا يكون بدون باب على الممر. هل أعتبر الصالون والممر غرفة واحدة على اعتبار ما في بينهم باب؟ يجوز، لكن أنا أنصحك أنك تعتبر الصالون غرفة والممر غرفة. لماذا؟ لأنك إذا اعتبرتهم غرفة واحدة وأعطاك البرنامج بأنه هذه الغرفة تحتاج مثلاً 500 CFM، كيف ستوزع 500 CFM بين الصالون والممر؟ خطأ أنك توزع على أساس المساحة. يعني إذا كانت مساحة الصالون مثلاً 4 أضعاف مساحة الغرفة، فبعطي الصالون 400 CFM والغرفة 100 CFM على أساس أن المجموع 500، غالباً الممر داخلي يعني ما في حمل، فالتوزيع لا يتم على أساس المساحة. طب كيف سأعرف قيمة نصيب
الممر من التدفق ونصيب الصالون من التدفق إذا اعتبرتهم غرفة واحدة. ولذلك أنا أفضل أنك تقسم قدر الإمكان، حتى لو ما في بينهم باب، بعتبر الصالون غرفة وبعتبر الممر كوريدور، غرفة كروم يعني. وكم بيحتاج الممر؟ ممكن يعطيني البرنامج إنه بيحتاج فقط 60 CFM، إذا بعطيه 60 CFM، والغرفة 440 CFM، إذا بعطيه 440 CFM. فهنا أعلم إني وفق الحسابات الممر يحتاج فقط كذا على اعتبار إنه داخلي. ولذلك كما ذكرت أنصحك أنك تكثر من عدد الغرف. إذا هذه نافذة الروم داتا. أيضا لدينا لاحظ في السطر العلوي يمكن التنقل بين الغرف التي تم تعريفها عن طريق الأسهم. لدي هذه عبارة عن Add New Room لإضافة غرفة جديدة، أو Insert New Room لإضافة غرفة بين غرفتين تم تعريفهم، ممكن يعني تحب تلتزم بترتيب معين، أو Delete Current Room لحذف الغرفة اللي حاليا مفتوحة. مثلا رقم واحد، أنا لو عملت Delete فرح يحذف رقم واحد، أو Cut Room to Clipboard إذا يعني ممكن أنك تعمل قص للبيانات ويحفظها بحافظة الجهاز الكمبيوتر عندك، بحيث فيما بعد إما تعمل Copy Room to Clipboard، يعني طبعا هذه نسخ وليس Cut، ففيما بعد ممكن تعمل Paste to Current Room سواء بطريقة الكت أو الكوبي، مثل أي برنامج برامج الأوفيس معروفة يعني، أو Copy Multiple Rooms في حال أردت أنك تنسخ بيانات غرفة لأكثر من غرفة. يعني في عندك مثلا، ولنفرض عندك فندق. الفندق كما تعلمون الغرف إلى حد كبير متشابهة إذا لم تكن تقريبا متطابقة، فأنا ممكن أعمل كوبي، يعني أصمم غرفة ثم بعمل كوبي ثم بعمل paste to multiple copy multiple rooms، ففي هذه الحالة أنسخ عدة غرف وأنقلها إلى عدة غرف. لدينا أمر هام جدا هو rotate rooms and plenums، لكن سنتكلم عنه لاحقا، وهو لتدوير الغرفة سنتكلم عنه بعد الانتهاء من الغرفة. وأيضا عندي أمر evaluate current room أو all rooms في حال أردت من البرنامج أن يعمل تقييم الغرفة، ربما أحد بيانات اللي فيها يكون فيها خطأ فبيعمل لك evaluation بقول لك إذا كان في error أو لا. أيضا بنفس الطريقة لدينا هنا الرقم التسلسلي للغرفة، رقم واحد حاليا لأنه ما في غيرها. room هي عبارة عن اسم الغرفة، فأنا أفضل شخصيا أنك تعطي اسم الغرفة أول حرفين يكونوا عبارة عن ترميز للدور. فإذا كان أنت عم تدرس الدور الأرضي فإذا بسميها GF ثم اسم الغرفة، فممكن يكون مثلا ممكن أوفيس مثلا. فضمن الحق النام يتم تسمية هذه الغرفة. يوصل معك عدد الأحرف حتى 40 محرف، 40 letter and يعني number. الآن ضمن القائمة system، حدد السيستم اللي تابع له هذه الغرفة. لاحظ لو نقرت على هذه السهم الموجود على اليمين فبيفتح لي البرنامج يعني السيستمز اللي معرفة. حاليا لا يوجد عندي إلا سيستم واحد تم تعريفه اللي هو رقم واحد AHUGF01، وهذا هو السبب اللي على أساسه طلبت منكم كترتيب منطقي أن يتم تعريف الـ AHU قبل الروم. اللي شغال على برنامج هاب بيعرف أن يجب تعريف الـ Space قبل السيستم. في برنامج الـ Elite لا، الأفضل أنك تعرف السيستم قبل الـ Space. طبعا Space مثل Room يعني، والسيستم يعني مثل الـ AHU، نفس المصطلح فقط يعني من أجل هذا الخيار. طبعا لا مانع أنك تروح تعرف كل الرومز في البداية ثم تعرف كل السيستمز ثم تعود مرة أخرى لكل الرومز وتربط بين كل روم وسيستم، لكن يعني هذا الأخذ والرد سيضيع عليه بعض الوقت. ولذلك أنصح بأنك تعرف في البداية جميع السيستمز ثم تنتقل إلى الرومز.
الآن الخيار التالي هو زون، وهو خيار هام جدا، تحديد هذه الغرفة لأي زون تابعة ضمن هذا السيستم. أحيانا ممكن يكون عندك السيستم مالتي زون مثل نظام الـ VAV. الحالة البسيطة عندي أنه يكون السيستم سينجل زون، يعني السيستم يتم التحكم به عن طريق ترموستات واحد فقط. طبعا هي الحالة البسيطة وهي الحالة العامة. أغلب مشاريعك رح يكون السيستم سواء فان كويل ولا AHU ولا باكيج يونيت يتم التحكم فيه عن طريق ترموستات واحد موجود في أحد الغرف. إذا كان يوجد لدي ترموستات واحد، أي أن النظام موجود عندي سينجل زون، وهناك ترادف وتوافق بين عدد الترموستاتات وعدد الزونات، فعندما أقول ترموستات واحد يعني زون واحد سينجل زون، وعندما أقول سينجل زون فهو بنفس المؤدى لي ترموستات واحد، وعندما أقول أريد تقطيع المبنى عندي اللي بغذيها، يعني ولنفرض عندك منطقة تريد تغذيتها بجهاز تكييف واحد لكن تريد تقطيعها إلى أكثر من زون، كم زون تريد تقطيعها؟ قلت لي أريد تقطيعها إلى 3 زونات. إذن 3 زونات مرادفة لي أني أحتاج 3 ترموستاتات. بغض النظر الزون كم سبيس تحوي، أنا ممكن يكون مثلا عندي شقة، هذه الشقة فيها 6 غرف، أردت أني أنا أقسم هذه الغرف الستة إلى 3 زونات، بحيث مثلا زون فيه غرفتين وزون فيه غرفتين وزون فيه غرفتين، والجميع يتحكم بهم سيستم واحد، أريد تركيب جهاز تكييف واحد فقط، هل هناك شيء يمنعني؟ لا لا، يعني لا مانع من ذلك. طبعا بغض النظر عن خطورة هذا الاختيار، لأنه لو وقف الجهاز التكييف فتوقف التكييف عن الشقة بالكامل، لكن هل هو خيار ممكن؟ ولنفرض قال لك صاحب المشروع أخي أنا أريد أن أوفر قدر الإمكان بالتكلفة حتى لو على حساب الرفاهية، فأنت توضح له الموضوع أخي الكريم أنا ممكن أركب لك جهاز واحد، لكن لو الجهاز هذا تعطل فتوقف التكييف عن شقتك بالكامل، فإذا وافق أوكي الخيار له، لكن لزيادة التحكم اقترحت عليه أن تقوم بتركيب 3 ترموستاتات في 3 مناطق معينة، مثلا واحد في المطبخ وواحد في غرف النوم وواحد في غرفة الجلوس. إذن الحيزات أو الغرف الستة أصبحت 3 زونات، كل زون غرفتين، 3 زونات ترادف 3 ترموستاتات تتحكم بسيستم واحد، أو بالأحرى موجودة ضمن سيستم واحد. إذن نميز بين كلمة روم وزون، وهي مرادفة من حيث العدد لترموستات وسيستم. الزون حصرا أكبر أو تساوي عدد السيستم، الروم حصرا أكبر أو تساوي عدد الزون. يعني أنا ممكن أقول لدي سيستم واحد، زون واحد، روم واحد، مثل مكيف الجداري، هذا يعتبر سيستم واحد، زون واحد، روم واحد. وممكن أقول سيستم واحد، 2 زون، 6 غرف، مثل المثال اللي ذكرناه قبل قليل. لكن لا يمكن أن أقول عندي سيستم واحد، 6 زون، 3 غرف، لا لا يمكن، هذه الحالة يعني لا يمكن تصورها. فإذا عدد الغرف أكبر أو يساوي عدد الزونات، عدد الزونات أكبر أو يساوي السيستم. فإذا كان لديك سينجل زون إذا ما في داعي لتصنيفه، أو ممكن تكتب زون رقم واحد نفس الشيء، وكل غرفة يتم تعريفها تنسبة لنفس الزون اللي هو زون رقم واحد. فإذا وجد عندك أكثر من زون يجب أن يكون عندك تصور على المخطط أني مثلا هذه الغرفة
غرفة الأوفيس واحد والأوفيس اثنين راح تكون ضمن الزون واحد، وغرفة مثلا غرفة المدير الجنرال مانجر مثلا مع غرفة السكرتري ضمن زون اثنين. فأنت لازم تعمل ما يسمى بالزونينج المفروض على المخطط، ثم تنتقل إلى توصيف هذا الكلام على البرنامج. فإذا كان عندك الغرفة الأوفيس واحد الأوفيس اثنين زون واحد، فإذا للغرفتين عندما أقوم بتعريفها أسجل رقم واحد، فيفهم البرنامج أن هاتين الغرفتين تتبعان لنفس الزون، تتبعان لنفس السيستم. وعندما أقوم بتعريف الجنرال مانجر روم مع السكرتري روم أسجل لكل واحدة أن هي زون رقم اثنين تابعة للسيستم رقم واحد، فيفهم البرنامج بأن هاتين الغرفتين يتم التحكم بهما عن طريق ترموستات واحد، وبالتالي هما ضمن زون واحد. ضمن الحقل length سجل يعني طول الغرفة، و width عرض الغرفة. وإذا كانت الغرفة لديك يعني بشكل غير هندسي، يعني ليست مستطيلة تماما على شكل حرف L مثلا أو دائرية أو أيا كانت، فببساطة أنت تحسب مساحتها بطريقة يدوية، ثم تسجل الرقم واحد مثلا لللينكث والمساحة للويدث، وبالتالي المهم أنه الجداء يساوي المساحة الفعلية. height هي ارتفاع الغرفة. لاحظ أيضا بما أنه يوجد لدي الرمز 0 داش أكبر، إذن القيمة التالية هي عبارة عن الديفولت التي حددناها ضمن نافذة الجنرال بروجكت داتا، فكانت 2.7. فإذا أردت فعلا يعني تثبيت هذه القيمة إذا نتركها 0. طبعا لاحظ أن 0 هنا ليست 0 ضمن الويدث واللينكث، 0 لينكث ويدث لا غير مقبول، يجب أن تحدد قيمة. فمثلا أحدد 3 أمتار ب 4 أمتار بثلاث أمتار مثلا، تمام. لكن الهايت ممكن أتركه زيرو لأنها قيمة ممكن أن تكون لها ديفولت. في هذه الحالة زيرو يعني 2.7، أي رقم آخر غير زيرو إذا أنت عملت أوفررايد. انتبه كثيرا إلى هذه النقطة، ميز متى يكون عندي للقيمة ديفولت ومتى يكون لها، يعني ميز متى يكون الصفر يعني صفر، ومتى يكون الصفر يعني لا له قيمة. هو هذا الرمز 0 داش أكبر، يعني هناك ديفولت لهذه القيمة اللي هي تأتي بعدها الرقم اللي بعدها. الآن نأتي إلى قائمة تايب. التايب في هذه الحالة لدي، لاحظ المقصود في التايب هناك أربع توصيفات لمعنى كلمة روم تايب. أولا، هل هي الغرفة داخلية أم خارجية؟ interior ولا exterior؟ داخلية يعني ليس لها جدران خارجية على الإطلاق، خارجية يعني في لها على الأقل جدار خارجي واحد فتعتبر خارجية. زائد construction، هل هي lights ولا medium ولا heavy؟ lights يعني مثلا تذكرون ذكرنا في محاضرة سابقة، لو كان عندك الغرفة واجهتها الخارجية بالكامل زجاج فلايت تعتبرها في هذه الحالة. وإذا كانت مثلا بالكامل جدار وهذا الجدار ثقيل أو سميك تتوقع معه أن يكون هناك تخزين حراري فتختارها هيفي. أما إذا كان فيها نافذة بسيطة متر ونص متر ونص مثلا تختارها ميديوم. طبعا هذا الكلام تقريبي. الآن الكاربت، هل يوجد سجاد؟ الجواب يس أو نو حسب الحالة لديك. الآن البيرسنت كلاس، نسبة الزجاج المتوقع. إذا كانت النسبة يعني هو يعطيك ثلاثة خيارات 10 50 90%، إذا أصبح عندي أربع أعمدة، وأصبح مع هذه الأعمدة الأربع هناك احتمالات كثيرة هي أمامي. يعني مثلا إما exterior light yes يوجد كاربت ونسبة 10% زجاج، أو exterior light 50، أو exterior light 90، أو exterior light ولا يوجد سجاد نسبة 10 50 90، وهكذا، ثم ميديوم، ثم هيفي، ثم في النهاية انتريور ولا يوجد لدي احتمالات كثيرة لأن لا يوجد هناك زجاج. الاحتمالات هي إما لايت ميديوم هيفي ويوجد سجاد أو لا يوجد.
لماذا يتم تحديد هذا الخيار؟ وذلك لتوصيف مقدار ما يسمى Solar Heat Gain أو التخزين الحراري الناتج عن الإشعاع الشمسي. الإشعاع الشمسي النافذ إلى الغرفة بطريقة ما سيؤدي، أو حتى ممكن مثلا عن طريق الإنارة، هل سيتم تخزينه لفترة طويلة ثم إعادة بثه أم لا؟ وذكرنا هذه النقطة سابقا، ولذلك تقوم أنت بتوصيف وتحديد نوع هذه النافذة، علما أن هذا التوصيف سيستخدم في كلا الطريقتين الـ RTS والـ CLTD، ولذلك يجب اختيار هذا الخيار، وحاول أن تختار هذا الخيار بعناية قدر الإمكان. طبعا مثلا بالنسبة للكاربت، يعني المفروض أنه عندك معلومة إذا كان دراستك فقط في حالة الصيف، ومثلا هذا المشروع مثلا مول لن يكون هناك كاربت. لو في أوفيس ممكن أعتبر وجود الموكيت مثلا هو نفسه الكاربت، فهناك احتمال أن يكون في عندك كاربت. فحاول قدر الإمكان تتوخى الدقة في هذا الخيار. أخيرا check errors هو نفس يعني evaluate، يعني بمجرد أنك تعمل new room جديدة فالبرنامج أوتوماتيكي بيعمل check للإيرورز. ممكن يكون في أخطاء، ضمن الأخطاء مثلا يكون أنت نسيت تحدد الطول أو العرض، فلازم ما تتركه بقيمة صفر. مطيع بيسأل، البرنامج اعتبر القيمة الافتراضية هي ارتفاع السقف المستعار وليس ارتفاع السقف الخرساني، أوكي؟ الهايت في هذه الحالة للغرفة هو ارتفاع السقف المستعار وليس السقف الخرساني، لأنه الهايت لا يفيد في توصيف مساحة الجدران، لأنه توصيف مساحة الجدران راح نشوفها بعد قليل في نفس هذه النافذة. الهايت يفيد فقط في توصيف الانفلتريشن، راح نشرح شو المقصود بذلك بعد قليل. الآن لدي تبويبات أربعة، نبدأ بالتبويب الأول main، وفيه التوصيف الرئيسي وشبه يعني الأساسي للغرفة ومقسم إلى المجموعات التالية. المجموعة الأولى roof type، شيء طبيعي لتوصيف السقف النهائي إن وجد. فإذا ما في عندك سقف نهائي لا تختار شيء، تترك زيرو. فإن وجد عندك سقف نهائي، إذا من خلال السهم الموجود على اليمين اختار أحد الأسقف التي قمت سابقا بتعريفها ضمن نافذة Master Data. لاحظ أني سهلت على نفسي الموضوع، فلازم أكون قد انتهيت أنا من تعريف الماستر داتا. لاحظ مثلا أنا قمت سابقا بتعريف سقفين، أحدهما يأخذ الرقم 1 والثاني يأخذ الرقم 2، فأنا المفروض أكون انتهيت من مرحلة التعريف سابقا وعرفته بدقة، وعلى أساسه مثلا سأختار السقف رقم 2، ثم نحدد طول السقف وعرض السقف. طول السقف يعني اللي هو مثلا 5 متر ولنفرض، أو نفس الغرفة 4×3. طبعا ليس بالضرورة أن يكون نفس أبعاد الغرفة تماما، أبعاد أرضية الغرفة تماما، ممكن يكون السقف أكبر من الأرضية، ممكن يكون السقف أصغر من الأرضية، وشيء طبيعي ممكن يكون السقف يساوي الأرضية. كيف يمكن تفسير هذه الاحتمالات؟ ممكن يكون السقف أصغر من الأرضية، افترض بأنه الجدران مائلة إلى الداخل، يعني عندك غرفة وكأنها على شكل موشور مثلا، قاعدته الصغرى في الأعلى وقاعدته الكبرى في الأسفل، فهنا في هذه الحالة السقف أصغر من الأرضية. أو عندك غرفة يقع فوقها يعني نصف السقف يقع فوقه غرفة أخرى، ونصف السقف يقع فوق يعني عبارة عن سقف نهائي معرض لأشعة الشمس أو معرض بالأحرى للهواء الخارجي. في هذه الحالة تحدد فقط مساحة السطح المتعرض للهواء الخارجي، ولا أحدد مساحة السقف الإجمالية. ربما مساحة السقف 4×3، لكن نتيجة أني ما عندي فقط إلا نصف المساحة فسأحدد فقط 2×3، فقط
المعرضة لأشعة الشمس أو المعرضة للهواء الخارجي. الآن هناك نقطة نلاحظ لو نقرنا على السهم الموجود سواء على يمين اللينث أو الويث، لاحظ في النهاية مكتوب عندي click here to open slope ceiling area calculator. مقصود بها هو كالتالي: لو عندك سقف مائل كما هو مثلا في البيوت الريفية، فالسقف المائل يجب أن يعني أن تسجل أنت ليس مساحة المسقط وإنما مساحة السقف الظاهرية، وكما تعلمون بأن مساحة المائل أكبر من مساحة المسقط، فلازم تحسبه. فأنت لو حسبت يدويا أوكي أسجل يعني الطول والعرض بشكل مباشر، أو بإمكانك الاستعانة بهذه الحاسبة حيث تحدد في البداية شكل السقف، سقف الغرفة وليس سقف المنزل أو سقف المشروع، سقف الغرفة هل هو يعني مائل من طرف واحد ولا مائل من طرفين. مثلا إذا كان عندك هانجر، تعرفون هذا الهانجر يعني كله يعتبر سبيس واحد أو روم واحدة، في هذه الحالة الهانجر تختار دبل سلوب. أما لو عندك غرفة يقع فوقها سقف مائل من جهة واحدة فتختارها سينجل سلوب. الأبعاد موضحة أمامك WH1 H2 L1، أنت تحددون ضمن الدايمنشنز الأبعاد، فيقوم البرنامج بحساب السيلينج أريا، بل ويقوم أيضا بحساب زاوية الميلان سلوب. وإذا اخترت دبل سلوب في هذه الحالة أيضا تحدد الأبعاد، أصبح عندي زيادة بعض الأبعاد، ويقوم البرنامج بحساب المساحة ويقوم أيضا بحساب زاوية الميلان. فإذا قمت يعني بحساب باستخدام هذه الحاسبة فيعطيك البرنامج مباشرة المساحة. مجرد أنك نقرت على OK، لاحظ كاتب لك ملاحظة: Ceiling area will be copied to roof ceiling with input and one will be copied to length. يعني أوتوماتيك سوف يحدد لك القيمة واحدة كlength والعرض هي المساحة، بحيث يكون الجداء واحد ضرب هذه القيمة هي عبارة عن مساحة السقف المائل. تمام. الآن لو طبعا هنا لاحظ لأنه H1 تساوي H2، إذا زاوية الميلان صفر ولذلك أخذت القيمة صفر، لكن لو كانت الزاوية مختلفة مثلا لاحظ شيء طبيعي راح تختلف عندي قيمة المساحة، وهناك أصبح لدي زاوية ستوب، قام البرنامج تلقائيا بحسابها. إذا بعد تحديد اللينكث والويدث نأتي إلى ما يسمى بالانعكاسية الأرض المحيطة بهذه الغرفة، طبعا إذا كانت غرفة خارجية. ما المقصود بالground reflectance؟ الground reflectance عبارة عن تقدير لمدى انعكاسية الإشعاع الشمسي الناتج عن الأرض المحيطة بالغرفة. يعني أنا راح أسأل السؤال: يا ترى إذا كانت الغرفة مطلة على يعني الأرض المجاورة لها صخور متكسرة، راح تكون انعكاسية الشمس من هذه الصخور على الغرفة، على سقف الغرفة، هي نفسها لو كانت الأرض عبارة عن عشب أخضر أو لو كانت عبارة عن كونكريت؟ الجواب لا. فلذلك هنا عليك أن تحدد قيمة الانعكاسية reflectance وفقا للجدول البسيط التالي حسب طبيعة الأرض: هل هو new concrete, old concrete, bright green grass, crushed rock اللي هو معتبره default لكن أنت حسب الحالة لديك، ولا bitumen and gravel roof، ولا bituminous parking lot. لما يكون في عندك تعرفوا في بعض المواقف السيارات تكون مبخوخ في مادة أو مطلي بمادة تسمى مادة بيتومينية أو بيتومين، فتختار هذا الخيار. فعلى أساسه البرنامج سوف يحدد نسبة الانعكاسية على هذا السقف. يعني حتى ستقولي طب يعني هذه أرض محيطة هي موجودة في الأسفل، ما علاقتها بانعكاسها على السقف؟ الأمر يتعلق حتى لو كان سقف، خاصة إذا كان سقف مائل. السلوب هو عبارة عن زاوية الميلان، فإذا كان سقفك أفقي فتحدد الزاوية زيرو horizontal، أما إذا كان سقفك مائل باتجاه زاوية معينة يعني فتحدد زاوية الميلان عن الأفق
يعطيك البرامج خيارات لزوايا شهيرة، أو إمكانك تحديد أنت الزاوية بشكل يدوي، أو كما ذكرنا يقوم البرنامج بحساب السلوب إذا استخدمت أنت حاسبة السلوب شيرينج أريا كالكوليتر. Direction هو عبارة عن اتجاه السقف إذا كان مائلا. إذا كان السقف أفقي فتختار الخيار up، يعني السقف أفقي تماما وبالتالي اتجاه الحرارة تماما إلى الأعلى. أما إذا كان السقف مائل فلاحظ مثلا هذا الميلان قد يكون باتجاه الشمال، أو قد يكون باتجاه الشرق، أو قد يكون باتجاه الشمال الغربي وهكذا. فإذا كان يعني السقف لديك مائل فتختار إذن هنا زاوية الاتجاه، إما تحدد مثلا نورث وتعتبر هي الزاوية 0، إيست وتعتبر الزاوية 90، ساوث وتعتبر 180 وهكذا. فالزوايا بينهما نورث إيست هي الزاوية 45، نورث إيست هي الزاوية 22.5 مقربة إلى 23 وهكذا. فهنا تحدد الزاوية، أو ممكن تحدد أنت الزاوية بدقة، يعني مثلا تحدد الزاوية 40 فيقوم هو بتقريبها إلى أقرب جهة قريبة من الزاوية 40. بالمناسبة هذه القيمة، قيمة الدريكشن، إذا كنت تعتمد طريقة RTS. أما إذا كنت تعتمد طريقة CLTD فحتى لو كان السقف مائلا لديك تختار up، لأنه لا يعتمد في هذه الحالة في طريقة CLTD، لا يأخذ بعين الاعتبار ميلان السقف باتجاه زاوية معينة. طبعا ستقولي لكن هذا خطأ، أم هذه إحدى نقاط الضعف في طريقة CLTD وهي قديمة كما ذكرنا من عام 89. إذا كانت الطريقة التي تريد الحساب عليها هي CLTD فيمكن اختيارها up بدون تحديد يعني جهة، لا داعي لتحديد جهة. طبعا أو إذا كان سقفك أفقي تماما بغض النظر CLTD RTS ستختار الخيار up. إذا كان يوجد لديك لنفس الغرفة سقف نهائي آخر، ربما تقول يعني هذه الحالة شبه مستحيلة، يعطيك البرنامج هذا الخيار. ربما يكون لديك سقف آخر، وربما يكون يوجد لديك سقف ثالث ورابع وخامس وهكذا. إذا كان عندك مساحة كبيرة جدا جدا، هنجار مساحته 4-5 آلاف متر مربع، ويبدو لسبب ما يعني هناك أكثر من سقف نهائي بالرغم من أنه هو عبارة عن غرفة واحدة، فبإمكانك تعرف يعني أكثر من سقف نهائي لنفس الغرفة. الآن نأتي إلى المجموعة التالية، هي مجموعة الوول تايب، بنفس الطريقة تقريبا التي تم توصيف الروف فيها يتم تحديد البيانات الخاصة بالجدار. فمثلا وول تايب، نبدأ بأول سطر Wall Type، تحدد بنفس الطريقة من خلال نقرأ على السهم الموجود على يمين العمود الأول، فتظهر لك نافذة يتم تحديد فيها جميع الجدران التي تم تعريفها سابقا في نافذة الماستر داتا. أنا سابقا لم أقم إلا بتعريف جدار واحد فقط هو رقم واحد من Ashray Code A وهكذا، الـ U Factor كان 0.8. أوكي، سأختار هذا الجدار بنفس الطريقة. هنا أحدد قيمة الـ Wall Height، الارتفاع والـ Length. طبعا لا يوجد لدي طول وعرض وهكذا، هنا يوجد لدي ارتفاع الجدار وطول الجدار. فالارتفاع يقول لك الديفولت هو 3. هنا انتبه، الجدار عندما تحدد ارتفاعه تحدد ارتفاع الجدار حتى السقف الخرساني، أما هنا الغرفة ككل فالهايت المحدد هو الارتفاع حتى السقف المستعار. أكرر مرة أخرى، عندما تحدد ارتفاع الجدار تحدد ارتفاع الجدار حتى السقف الخرساني، يعني بمثالنا حتى 3 متر مثلا الديفولت.
حتى لو كان في عندك بلينم او في عندي سقف مستعار. لماذا؟ لانه هاي ال 30 سنتي في عندي حوالي 30 سنتي فوق السقف المستعار فعليا هي عبارة عن حرارة داخلة الى الغرفة، هي داخلة للبلينيوم، لكن راح نشوف في المحاضرة القادمة انه في النهاية سوف تؤثر على السيستم، سوف تؤثر على السيستم، ليس بالضرورة ان تؤثر على الروم كسبيس لود، لكن ستؤثر على السيستم كسيستم لود، ولذلك تسجل الارتفاع حتى السقف الخرساني. لكن لماذا هنا طلب مني تحديد الارتفاع الغرفة؟ إذا ماذا سوف يفيدني تحديد ارتفاع الغرفة إذا أنا هنا أحدد ارتفاع الجدار؟ ارتفاع الغرفة كما ذكرت قبل قليل يحدد فقط قيمة الانفلتريشن في حال تم اعتماد القيمة ACH اللي هي Air Change Per Hour. فعندما أو حتى بالكفنتليشن، حتى كفنتليشن، الفنتليشن إذا تم تحديدها بطريقة ACH. لماذا؟ عندما أقول لك ما هو حجم الغرفة، حجم الغرفة يساوي طول الغرفة بعرض الغرفة بارتفاع الغرفة، ارتفاع حتى أي قيمة، حجم الغرفة المستفاد منه، حجم الغرفة المتفاعل، ما هو؟ ليس حتى السقف النهائي، ليس حتى السقف الخرساني، حجم الغرفة هو فقط حتى السقف المستعار. يعني بضرب الطول بالعرض بالارتفاع حتى السقف المستعار، هذا يسمى حجم الغرفة، هذا يسمى حجم الغرفة الذي سيتم اعتماده في حساب الفنتليشن إذا أخذت بطريقة الـ ACH أو infiltration إذا أخذت بطريقة الـ ACH. ماذا يهمني أنا لو كان فوق السقف المستعار 2 متر؟ يعني مثلا بحسابات المشفى عندما يطلب منك بالمشفى أنه يجب أن يكون السبلاي اير 25 ACH. ACH من حجم الغرفة، من حجم الغرفة حتى السقف المستعار ولا من حجم الغرفة حتى السقف الخرساني؟ لا علاقة للمسافة فوق السقف المستعار على اعتبار أنه هو يعني لا يتم اعتباره أن هي جزء من حجم الغرفة، حجم الغرفة فقط حتى السقف المستعار. ولذلك هنا أنت تحدد حجم الغرفة ضمن الهايتس، ضمن هذا الحقل الذي سوف يتم اعتماده في حساب حجم الغرفة التفاعلي، في حساب ماذا؟ الانفلتريشن والفنتليشن إذا كانت بطريقة الـ ACH وهكذا. أما عندما أقوم بإدخال مساحة الجدار فيجب أن أحدد ارتفاع الجدار حتى السقف الخرساني، لأن هذا الجزء الصغير 30 سنتي اللي هي فوق السقف المستعار يعتبر جزء من حمل السيستم ولذلك يجب اعتباره. إذا ضمن الحقل هايت أحدد ارتفاع الجدار حتى السقف الخرساني، وأيضا زيرو تعتبر قيمة الديفولت في حالتي 3 متر، أو أحدد قيمة أوفرايد. أما اللينكث فهو عبارة عن طول الجدار وزيرو تعني زيرو، وبالتالي علي أن أحدد قيمة ولنفرض كانت مثلا 4.5 متر. أيضا بالنسبة للجراوند ريفليكتانس نفس الطريقة والشرح الذي شرحناه بالنسبة للروف، تحدد ما هي طبيعة الأرض المحيطة بهذه الغرفة، كونكريت، جرين، بيتومين، روكس وهكذا. الآن نأتي إلى الدريكشن، الجهة، جهة هذا الجدار. أيضا هل هي شمالية؟ هنا علي إذن أحدد جهة الجدار شمالية أم شرقية. فإذا لدي عدة احتمالات، إما أن أحدد زاوية مثلا صفر، أوتوماتيكي قام البرنامج بتفسيرها أن صفر تعني نورث، أو ممكن أحدد لو افترض أني أنا عرفت جدار تاني مثلا افترض حددت أنا جدار آخر، فلنفرض هو نفس التركيبة وطوله 3 متر والديركشن ممكن مثلا أسجلها إيست، يفهم البرنامج أنه إيست تعني 90 درجة. أو ممكن
اني اسجل التالي، وركز على كل راح تلاقيها بالهيل. ممكن اسجل الحرف بي، لاحظ مجرد سجلت بي ترجمها البرنامج الى بارتيشن. اذا اردت اعتبار هذا يعني السطر المضاف عبارة عن جدار كبارتيشن، اذا هنا ضمن مجموعة الوول يتم تعريف الجدران الخارجية والبارتيشن. في الروف يتم تعريف فقط الروف النهائي، اذا كان في عندي سيلينج سقف متكرر سوف يعني يتم تعريفه لاحقا، لكن الروف فقط للسقف النهائي. بينما في الوول يتم تعريف الجدران الخارجية والبارتيشن. مجرد اني سجلت انا البي فاذا اعتبروا عبارة عن بارتيشن، تمام، وهكذا. او احتمال اخر، لو سجلت مثلا انا الارتفاع 2 في عرض 1 وقلت له ان هذا عبارة عن دي دور، اذا دي اختصار دور، لكن شرط ان تتبع رمز الدي برقم الجدار الذي يقع فيه هذا الباب. مثلا افترض بانه هذا الباب يقع ضمن الجدار رقم 1، هو الرقم المسجل على اقصى اليسار، هذا رقم 1. اذا افترض بانه هذا الباب يقع ضمن الجدار رقم 1 فاعطيه دي 1. لاحظ مجرد اكتب دي 1 الان تعرف على انه باب. طيب لماذا أقوم بتحديد الجدار الذي يتبع له هذا الباب؟ لأنك مجرد أنك حددت هذا الباب لأي جدار يتبع، سيقوم البرنامج تلقائيا بخصم مساحة هذا الباب من مساحة الجدار. يعني الآن أنا أسجل ضمن الجدار، أسجل المساحة الكلية الـ gross area، يعني أنا هنا مسجلة 3 × 4.5، لكن مجرد أني ألحقت فيما بعد وجود باب فسيعتبر البرنامج أن النت أريا اللي هي راح تدخل في الحسابات هي 3 × 4.5 ناقص 2.1 اللي هي مساحة الباب، سيطرحها من مساحة الكروس ويحسب مساحة النت أريا للجدار. لذلك انتبه لهذه النقطة. إذا أكرر، الجدار يجب أن يأخذ direction إما north north east north north east أو زاوية 0 45 90 وهكذا. وإن كان partition أسجل الحرف P فيأخذ الترميز partition تلقائيا، ولو كان door فيأخذ يعني الرمز D متبوعا برقم الجدار الذي يتبع له هذا الباب. فيجب أن يكون يعني، ولذلك انتهي من تعريف الجدران بالكامل سواء خارجية أو بارتيشن، ثم ابدأ بتعريف الأبواب، تمام؟ يعني أسجل مثلا كان عندك جدارين خارجيين وبارتيشن 1، إذا في السطر الأول الجدار الخارجي الأول، في السطر الثاني الجدار الخارجي الثاني، في السطر الثالث البارتيشن، في السطر الرابع الباب اللي تابع مثلا للجدار الأول أو التابع للجدار الثاني وهكذا. طبعا بإمكانك يعني اختصارا لكثرة هذه الأسطر من خلال الزائد والناقص أنك تختصر، طبعا هذا ليس حذف للسطر، لا هو فقط اختصار للأسطر الظاهرة، لكن تبقى هنا يعني هذه المنسدلة ممكن أنك تستخدمها. فيعني حتى ما تضيع نفسك سأختصر مثلا أنا فقط بثلاثة أسطر. المجموعة الأخيرة glass type عبارة عن توصيف للنوافذ الموجودة عندي في الغرفة. بنفس الطريقة نبدأ من السطر الأول، حيث نبدأ من أول عمود السهم اللي على يمينه، أحدد glass type الذي تم تعريفه مسبقا. أنا قمت بتعريف نافذة واحدة فقط اللي هي رقم 1 فيها الـ U factor كذا والـ coefficient وهكذا، فأحدد glass type إذن، وأنا يعني بدأت بتوصيف أن هذه النافذة موجودة لدي. ثم
ضمن شيد نحدد ما هو التظليل الخارجي إن وجد. التظليل الخارجي اللي هو مثلا ممكن يكون كما ذكرنا شرفة أو بالكون، أو عبارة عن تظليل ظفر يوجد لدي يعني نتوء ضمن المبنى. فمثلا أنا قمت بتعريف تظليل خارجي سابقا اللي هو كان رقم واحد. الآن ليس بالضرورة أن يكون لهذه النافذة تظليل، ممكن أنت عندك في نفس المبنى بعض النوافذ لها تظليل وبعض النوافذ الأخرى ليس لها تظليل، فأنت مخير، لأن هنا صفر يعني لا يوجد لدي شيد. أما إذا اخترت التظليل واحد، إذا أنا ربطت ما بين هذه النافذة وهذا الشيد. انتبه تماما لهذا الخيار، اختيار خاطئ سيؤدي إلى تغير ملحوظ ب يعني قيمة الحمل الحراري الناتج عن الإشعاع الشمسي. ثم لدي الخيار ما يسمى ب الجلاس اتنويشن كوفيشنت، هو يمكن اعتباره نفسه يعني كعامل تظليل، لكن لاحظ ان هذا العامل يستخدم فقط بطريقة ال RTS method. فاذا كنت تريد الحساب عن طريقة ال RTS فتعتمد هذا العامل، اما اذا اردت الحساب عن طريقة ال CLTD فاهمل هذا العامل. اذا اردت الحساب عن طريقة ال RTS فلديك الخيارات التالية. لاحظ يوجد لدي عدة تبويبات، وكل تبويب تم جمع يعني عدة حالات له، من حيث لاحظ الجروب الأول مثلا الكالر ورفلكتانس مثلا حسب لون التظليل الموجود لديك في هذا يعني لهذه النافذة، بلاك لايت اند هايت رفلكتانس بلاك أو دارك كالر وهكذا. هذا في حال مثلا طبعا هذا الكلام كله لوفرد سان سكرين، المقصود في حال يعني بعض النوافذ احيانا يكون امام النافذه يكون لدي ما يسمى باللوفر. اللوفر هي عباره عن شفرات متوازيه مائله تقريبا بزاويه 45، هذا يسمى لوفر، مثل اللوفر اللي بنركبه في الفريش اير لوفر والاكزوست لوفر شبيه في ذلك، لكن هذا اللوفر موجود امام الشباك فيسمى لوفر. ففي اللوفر في عندك أربع احتمالات، وذلك حسب الكالر، حسب الـ Width to Spacing Ratio، حسب اللوفر كم لوفر عندي في الإنج الواحد، حسب الكوفيش يعطيك قيمة الكوفيشن. تمام، فلاحظ هنا مثلا الخيار الأول الكوفيشن 0.15، الخيار الرابع الكوفيشن 0.3 وهكذا. فالخيار الثاني الكوفيشن 0.02، يعني رد 98% من قيمة الإشعاع الشمسي وأدخل فقط 2% من قيمة الإشعاع الشمسي. أو مثلا إذا كان عندك ستائر من النوع الـ Venetian Blinds اللي هي العمايات، أو ستائر الـ Roller Shades اللي عادة ما تستخدم في المكاتب، أيضا حسب الـ Glazing with Thickness وهكذا تختار أنت ما تراه مناسبا ويعطيك الـ Coefficient المقابل. أول نفرض أنت عندك Coefficient بقيمة معينة، فبإمكانك البحث عن أقرب كوفيشن. مثلا كان عندك الكوفيشن كان 0.25، فممكن انا اختار مثلا هذا 0.24 قريبه عليه، لان هي النتيجه ان هو البرنامج سوف يعتمد قيمه كوفيشن معينه وذلك من اجل تخفيض او يعمل اتنيويشن للاشعاع الشمسي. او ممكن يكون عندي between glass devices ايضا هذه الحالات، او الدريبريز اللي هي عباره عن ستائر العاديه. اكرر هذا الكلام ينطبق في حال كانت الطريقة RTS هي المتبعة. طب إذا كان لا يوجد عندك لا لوفر ولا ستائر ولا شيء على الإطلاق، لا يوجد، إذا أترك قيمة الاتنيويشن واحد، يعني وكأنه عامل التظليل واحد، يعني لا يوجد عندي أبدا تخفيض الإشعاع الشمسي أو تظليل الإشعاع الشمسي. الآن تيلت، وركز معي شوي في هذه الخانة لأنه شوي غريبة. تلت هي عبارة عن زاوية النافذة، فإذا كانت النافذة عندي تماما رأسية وتقع ضمن جدار فستأخذ الزاوية 90 على اعتبار أن الجدار 90، وإذا كانت النافذة أفقية تماما وكانت عبارة عن سكاي لايت يعني تقع ضمن السقف
فتأخذ الزاوية 180. أعطيك هنا تحت description horizontal skylight، أو ممكن كتابته يدوية 180. إذا أكرر، إذا كانت الزاوية، إذا كانت النافذة رأسية تماما وتقع ضمن جدار، يعني أنا حتى هذه اللحظة إذا انتبهت لم أقم بنسب هذه النافذة هل هي تابعة لجدار أم سقف، بعد قليل ضمن الحقل الريفرنس أنا الآن أقوم بتوصيفه. فإذا كنت أنت تقوم بتعريف نافذة تقع ضمن جدار، وهذا الجدار رأسي، وهذه النافذة رأسية ضمن جدار رأسي، فتأخذ الزاوية 90. أما إذا كانت النافذة أفقية تقع ضمن السقف على أساس أن هي سكاي لايت أو النافذة السماوية أو ما يسمى بالنافذة البانورامية، فتأخذ القيمة 180. إذا كانت النافذة مائلة إلى الأسفل، ماذا نقصد بمائلة إلى الأسفل؟ تخيل معي لو كان عندك جدار الغرفة مائل والنافذة مائلة بنفس يعني زاوية ميلان الجدار وكانت مائلة للأسفل، ما المقصود مائلة للأسفل؟ يعني لو أنا جوا الغرفة داخل الغرفة ونظرت من خلال النافذة فسأجد أرضية الحديقة مثلا، هذه تسمى مائلة إلى الأسفل، فتأخذ زاوية أقل من 90، تأخذ زاوية حادة. كم الزاوية عندك تحدد؟ تأخذ زاوية أقل من 90. أما إذا كانت الزاوية مائلة إلى الأعلى، افترض أن الجدار عندي مائل لكن إلى الداخل، يعني لو أنا داخل الغرفة ونظرت من النافذة فيعني أجد السماء تقريبا وليس الأرضية، أعتقد أنك تخيلت الموضوع، وكأني أنا في غرفة موشورية، في الغرفة الموشورية الجدران مائلة إلى الداخل فالنوافذ مائلة إلى الأعلى تعتبر، فهذه تأخذ زاوية أكثر من 90 أقل من 180. تمام؟ طيب إذا كانت الزاوية ضمن السقف إذا كانت الزاوية ضمن السقف، فإذا كان السقف أفقي تماما فتأخذ الزاوية 180. إذا كان السقف مائل، وهنا يعني قد يخطئ البعض فركز معي، إذا كان السقف مائل فالزاوية تأخذ القيمة المكملة لزاوية ميلان السقف، يعني إذا السقف عندي مائل مثلا بعشرين درجة النافذة تأخذ الزاوية 160. أكرر، إذا عندك سقف مائل، خلونا نرجع لي هذا السقف مائل، ضمن هذا السقف يوجد نافذة والنافذة أخذ نفس زاوية ميلان السقف، كانت زاوية ميلان السقف عن الأفق 20 درجة، النافذة لا نسجل فيها الزاوية 20، لا نسجل الزاوية المكملة إلى 20 إلى القيمة 180. كم؟ 180 ناقص 20، نسجل القيمة 160. هكذا يطلب البرنامج إدخال بيانات، صعبة معقدة غريبة نوعا ما، أوكي أتفق معك، لكن هكذا يطلب البرنامج إدخال الزاوية. إذا كانت النافذة مائلة بزاوية مغايرة لزاوية ميلان السقف، افترض السقف مائل بزاوية 20 والنافذة كانت مائلة بزاوية مختلفة، أحيانا مثلا في بعض البيوت الريفية، في هذه الحالة تحدد زاوية ميلان النافذة كما هي على أن تتراوح بين 90 و 180، يعني وتكون وكأنها زاوية منفرجة. يعني افترض كانت الزاوية مائلة بمقدار 60، النافذة يعني بمقدار 60، المكمل لل 60 هي 120، فنقول نحدد في هذه الحالة الزاوية 120. الأمر صعب قليلا لكن لو تمرنت عليه راح تستوعب الموضوع. أجملها باختصار، إذا كانت النافذة ضمن جدار هذا الجدار رأسي تماما فالزاوية 90 هذه واضحة،
وإذا كانت ضمن سقف أفقي تماما في الزاوية 180 وليس صفر، هكذا يعتبرها 180. إذا كانت ضمن جدار وهذا الجدار مائل والنافذة مائلة إلى الأسفل، نقول عن النافذة أنها مائلة إلى الأسفل. إذا أنا نظرت من داخل الغرفة من خلال النافذة رأيت العشب، رأيت الحديقة، رأيت أرضية الخارج، فهذه تأخذ قيمة أقل من 90. وإذا كانت النافذة ضمن جدار ومائلة إلى الأعلى فتأخذ زاوية بين 90 والمئة بين 90 والمئة وثمانين. وإذا كانت ضمن السقف إذا أفقي تماما تأخذ الزاوية 180. وإذا كانت مائلة بنفس ميلان السقف فتأخذ الزاوية المكملة إلى 180، السقف 20 فهي تأخذ القيمة 160. وإذا كانت مائلة بزاوية مختلفة عن زاوية ميلان السقف فتأخذ الزاوية الحقيقية اللي هي مائلة فيها على أن تكون بين 90 وال 180. يعني إذا النافذة كما ذكرت مائلة بزاوية 30 لا نسجل 30، لا نسجل 150 وهكذا. وعرض النافذة كم هي عرض النافذة لديك تسجل، والهايت ارتفاع النافذة كم هو ارتفاع النافذة لديك تسجل. ريفرنس الآن تقوم ب يعني نسبة هذه النافذة في هذه الحالة يعني مثلا إذا كان تابعة لجدار ولا للسقف. فمثلا في هذه الحالة الجدول اللي أمامي هو جدول الجدران، حيث رقم واحد لاحظ هو نفسه الوول الأول اللي هو كان عبارة عن جدار زاويته صفر. الرقم اثنين هو عن عبارة عن partition P. رقم ثلاثة هو عبارة عن دور. النافذة التي أنت تقوم الآن بتعريفها موجودة ضمن أي جزء من هذه الأجزاء؟ هل ضمن الجدار الأول؟ هل ضمن البارتيشن اللي هو رقم 2؟ هل هي نافذة ضمن باب اللي هو رقم 3؟ إذا كانت ضمن الجدار الأول إذا أختار واحد. طب إذا كانت ضمن سقف، لاحظوا هنا مكتوب click here to show rooms، فعندما أنقر يفتح لي نافذة يعني الأسقف التي تم تعريفها. عندي لا يوجد إلا سقف واحد تم تعريفه اللي هو السقف الأول، هذا كان من هالنوع ومائل بهالزاوية. فإذا كانت فعلا مائلة لهذا السقف فأختار هذا الرقم. لاحظ تلقائيا تم تحديد زاوية ميلان النافذة على أنها 180، طبعا ليست المكملة، هو افترض أنها أفقية. إذا أردت تغييرها يعني بإمكانك أنت تغيير هذه القيمة، تمام. وإذا أردت العودة إلى الجدران أيضا أنقر على click here to show walls، أيضا هذا أحد هذا السطر التنقل بين الجدران والأسقف، تمام. ثم لدي recurrences of glass، كم مرة متكررة عندي هذه النافذة بهالمواصفات تماما ضمن هذا الجدار أو السقف؟ كم مرة متكررة عندك؟ مرة، مرتين، ثلاثة، حتى ما تعرف النافذة ثلاث أربع مرات. هنا نعم بإمكانك استخدام الأكورانسز، خاصة إذا كان عندك يعني حيز كبير جدا وفيه نوافذ متكررة كثيرا، فشيء طبيعي أنك تستخدم التكرارية. الأفضل طبعا في هذه الحالة استخدام التكرارية. طيب رح أقرأ أسئلتكم معاً. عم بيسأل إذا كان يوجد زجاج للسقف، أعتقد جاوبت على سؤالك. مطيع عم بيسأل أحياناً ممكن يكون نوع بلاطات السقف المستعار مثقبة، أعتقد تقصد البرفوريتد، يعني يوجد نسبة تفاعل بين الحيزين، هل في هذه الحالة لا نعتبر وجود سقف مستعار؟ هذا الكلام سنتكلم عنه في التبويب التالي اللي هو الميسلينيوس، كيفية إدخال وتوصيف للسقف المستعار وأيضا حسب طريقة الهواء، راجع عن طريق تكت ولا راجع عن طريق سقف مستعار. هذا الأمر سيتم الحديث عنه إن شاء الله. طيب في أي سؤال حتى هذه اللحظة عن التبويب مين؟ طبعا لسه ما انتهينا، يعني لسه في عندي حديث طويل عن اللايتنج والبيبل والبروفايلز.
نبدأ بالبروفايلز، المجموعة الأخيرة البروفايلز. يعني هذا الأمر هذه ثالث مرة يتكرر معنا. عندي في أول جلسة قمت بتعريف البروفايلز وقمت بتعريف الديفولت بروفايلز ضمن الجنرال بروجكت داتا، ثم قمت بتعريف بروفايلز للـ AHU التي تم تعريفها. والآن بإمكانك تغيير البروفايل لكل روم على حدة. أذكركم عندما قمنا بتعريف الـ General Project Data ضمن التبويب ديزاين يوجد لدي Operating Profiles. اعتمدنا بأن الـ Default Profile للـ People 1، للـ Lighting 2، للـ Equipment 3. أنا ذكرت البرنامج هذه هي الـ Default إلا إن أنا غيرتها وعملت Override عليها. عندما قمنا بتعريف الـ AHU أيضا أو System أيضا طلب مني تحديد البروفايل أم أنك تتركه زيرو يعني ديفولت. فأنت ممكن تتركه زيرو اللي هو نفسه اللي تم تحديده بالجنرال بروجكت داتا، أو تعمل أوفررايد عليه بحيث كل السبيسز اللي راح تكون منضوية تحت هالسيستم اللي أنت غيرت البروفايلز إلها تاخذ البروفايل الجديد. الآن ممكن ترجع تغير البروفايل للمرة الثالثة بأنك إما تتبع البروفايل الديفولت. ولاحظ هنا، لاحظ انا بالجنرال بروجكت داتا حددت للبيبل البروفايل الاول، لكن لما جيت للاي اتش يو حددت ضمن جنرال حددت للبيبل البروفايل 4. اذا عملت اوفررايد عليها. في الديفولت كان 1، لا في الاي اتش يو اعتبرتها 4. اذا اي سبيس ينضوي تحت هذا الاي اتش يو تلقائيا سوف ياخذ 4 2 3، 4 للبيبل، 2 لللايتنج، 3 للايكويبمنت. ولذلك لما فتحت هذا السبيس اوتوماتيكي اخذت 4 2 3. الآن ربما أنت تغير للمرة الثالثة، ربما يعني هو الآن أنت افترض أني عندك 10 spaces تنضوي تحت هذا السيستم، 8 منهم 4 2 3، ولذلك أنا أثناء تعريفي للسيستم اعتبرتها 4 2 3 للتسهيل يعني. واثنان فقط يعني تختلف قيمة الـ Operating Profile. أوكي، غير في هذه الحالة لهذا الـ Space مخصوصاً. وعند تغييرك لهذا السبيس ولنفرض اخترت انا، ولنفرض للبيبل ولكن اخترت البروفايل الثاني، اذا هذا عمل اوفررايد على الاوفررايد اللي عملته على الاي اتش يو. واضحه هذه النقطه يا جماعه؟ قد تؤدي الى كوارث عدم فهمك للمقصود بالاوبريتنج بروفايلز وكيف اني انا عم بعمل اوفررايد للاوفررايد. اذا يعني البروفايل الديفولت الأساسي يتم تعريفه عن طريق الجنرال بروجكت داتا، لكن ممكن تعمل عليه اوفررايد عن طريق نافذة الـ AHU، لكن ممكن تعمل اوفررايد على الـ AHU عن طريق هذه المجموعة، مجموعة البروفايلز ضمن الروم، فهذه تلغي وتجب ما قبلها. تمام؟ إذا هذه كانت مجموعة البروفايلز. الآن لو أتينا إلى مجموعة الـ People الأشخاص، أيضا لاحظ أنها هي كلها عبارة عن قيم تم تعريفها مسبقا أيضا ضمن الجنرال بروجكت داتا وضمن الـ AHU. كان بإمكاني أعمل أوفررايد، وأيضا بإمكانك هنا ضمن الـ Space تعمل أوفررايد، حيث ضمن الحقل Number إما تترك 0، 0 يعني تتركه ديفولت وتم تعريفه مسبقا بالقيمة 2. فلا، انت ممكن تقول لي لا انا ضمن هذا السبيس اريد ان اغير يعني قيمه او يعني قيمه هذا الحقل او عدد الاشخاص، بامكانك تغير بكل بساطه، لكن في هذه الحاله تغييرك سيتم فقط على هذا السبيس المعرف وليس له اثر رجعي على الاي اتش يو. الاي اتش يو تحكم كل السبيسز التي تقع يعني منضويه تحتها الا لو غيرت في سبيس واحد.
لكن لو غيرت في سبيس فلن يغير على الـ AHU اللي هي أعلى منها مستوى. أو بإمكانك تغير الـ area لكل person اللي هي الـ square meter لكل person. فإما أن تحدد العدد هنا أو أن تحدد الـ area لكل person. أيضا كانت الديفولت 6. فبإمكانك تغير، طبعا أنت بإمكانك تحدد واحد فقط من هاتين القيمتين أو تعمل عليهم override. افترض هذه الغرفة أنا أعلم مثلا أنه باعتبارها أوفيس فيها 3 أشخاص، أوكي سوف أعتبر هنا 3. إذا أهمل تماما هاتين القيمتين 2 و6 أصبحتا يعني لا قيمة لهما، لأني أنا سجلت رقم مباشر ضمن الحقل. طبعا أنت تسجل بأحد هذين الحقلين، يا العدد 3 يا الـ area لكل person كذا تحسبه. السنسبل أيضا هي عبارة عن الحرارة المحسوسة الناتجة عن الأشخاص، طبعا يعني الناتجة عن نشاط الأشخاص، حددناها بالقيمة 75 حسب الأكتيفيتي. تفتعمل عليها أوفررايت، أوكي أعمل أوفررايت. الليتنت أيضا عبارة عن الحرارة الكاملة، كانت القيمة الافتراضية 60، تفتعمل عليها أوفررايت اللي نحن اخترناها Moderately Active Office Work، أيضا كانت تعمل عليها أوفررايت. وأرضى أيضا عندي الـ percent radiation، هي عبارة عن نسبة الحمل الناتج عن الإشعاع كنسبة من الحمل المحسوس. أيضا تذكرون حددناها بالقيمة 60%، فين؟ عندي الـ general. لاحظ هذه تطبق فقط في طريقة الـ RTS، إذا أردت اعتماد طريقة الـ RTS. أنا حددت أن الـ people 60% من الحمل المحسوس الناتج عن الـ people، 60% من الحمل عبارة عن radiation. تذكرون كان الجدول كالتالي، طبعا حسب الـ activity وحسب سرعة الهواء. فمثلا إذا كان الـ activity seated جالس مستريح at theater أو seated at theater night وهكذا، location إما matinee أو night، وسرعة الهواء low فتكون نسبة السنسبل كراديشن 60، أما لو السرعة هاي فتكون نسبة الراديشن من السنسبل 27. فأنا حددت الديفولت 60. فإذا في هذه الحالة إذا أردت أنك تعمل عليها أيضا override بإمكانك تعمل override من خلال هذا الحقل. مجموعة lighting and equipment شوي كبيرة، إذا سأتركها إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله. في أي سؤال عن محاضرة اليوم واللي كانت لتعريف الغرفة، وبدأنا فقط بتبويب المين؟ في أي سؤال عن محاضرة اليوم؟ ربما البعض يقارن، وهذا شيء طبيعي، بين البرنامج وإمكانياته وسهولته وصعوبته وفهمه وبين برامج أخرى وأكثرها شهرة الهاب. أنا طبعا سابقا عملت مقارنة وعملت مقالة طويلة كمقارنة، طبعا رأي شخصي، ما بين برنامج الإليت وبرنامج الهاب وشرحت. برنامج الإليت نتيجة أنه يعتمد طريقة الـ RTS اللي هي الأحدث، فالمتوقع لو أدخلت أنت بيانات input data يعني دقيقة أنه يعطيك نتائج أكثر دقة. أنا لا أستخدم مصطلح صحيح وخاطئ أبدا في حسابات الأحمال، سيعطيك نتائج أكثر دقة من برنامج هاب، على فرض أنه البرنامجين أدخلت بياناتك الانبوت بدقة، اثنين أدخلت وأنت يعني تتحرى قدر الإمكان إدخال البيانات المتوقعة الصحيحة. فنتيجة الإليت إذا اخترت طريقة الـ RTS ستكون أكثر دقة، لكن لو اخترت طريقة الـ CLTD أقول لك لا، الهاب أصبح أكثر دقة. فأنا لا أفضل على إطلاق استخدام برنامج الإليت إذا كنت ناوي أنك تستخدم طريقة معناها الهاب، لأنه برأيي الشخصي إدخال البيانات عن طريق برنامج هاب
أسهل إذا لاحظت. موضوع الديفولت شيء حلو في برنامج الإيديت، لكن ممكن يقابله في برنامج الهاب شيء اسمه الدوبليكيت. يعني أنا ممكن أعمل دوبليكيت للسبيس، فأنا ممكن أول سبيس أعمل له، يعني عملت كرييت للسبيس الأول، فالسبيس السبيسز التالية بعمل لها دوبليكيت دوبليكيت، اللي هي يعني إنه أعمل نسخة 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 وهكذا. طريقة إدخال البيانات في الهاب أسهل. الإيديت يحتاج إنك تكون بروفيشنال أكثر، ويحتاج يكون عندك خبرة أكبر. طبعا لا مانع الآن اللي جمع بين البرنامجين، هذا يعني مميز في السوق إني أنا أعلم العمل على البرنامجين. استشاري قال لي يا باشمهندس أريد الحساب عن طريق الهاب، أنا جاهز. عن طريق الإيديت أنا جاهز. الإيديت حتى لو قال لك بدي بطريقة CLTD جاهز، بطريقة RTS جاهز، لكن عليك أن تتوخى الدقة في إدخال البيانات. مطيع يسأل للتأكيد الأوفررايت للغرفة هو الذي يتم اعتماده في الحساب حتى لو كان السيستم يكيف غرفة واحدة. نعم يا مطيع. افترض مثال، طبعا لاحظ موضوع الأوفررايت تكرر معنا بأكثر من شغلة، لكن خلينا نحكي بالبروفايل مثلا. بروفايل البيبول في الجنرال بروجكت داتا اخترت انت بروفايل البيبول رقمه 1، في الـ AHU اخترته رقمه 2. جيت على الروم مع اني ما في غير روم واحدة في هالـ AHU واخترت البروفايل رقمه 4، مين عم يعمل اوفررايد على الاخر؟ الروم عملت اوفررايد على الـ AHU، والـ AHU عملت اوفررايد على البروجكت داتا. خلينا نقول التسلسل بالعكس، الـ AHU عملت اوفررايد على البروجكت داتا، والروم عملت اوفررايد على الـ AHU، ولذلك سيأخذ الرقم 4. يعني الأقوى في هذه الحالة هو المستوى الأدنى اللي هو الروم، لأنه أنت لما عم تدخل قيمة في المستوى الأدنى فأنت متأكد أنك أنت عم تعمل override، لذلك هي الأقوى. طبعا أنا وقفت الشير يا معا، فلذلك يعني رجعت لصورة واجهة يعني القاعة على الرسم. طيب سؤال تاني من مطيع بقول يعني ممكن ما ندخل البيانات في الجنرال والسيستم اللي يمكن عمل override عليها في الغرفة؟ نعم. إذا مثلا أعطيك مثال، طبعا ولنفرض هذا الكلام، عندك سيستم بغذي أو عندك 20 سيستم وفي عندي 100 غرفة، وافترض أني هالمئة غرفة ما فيهم ولا بروفايل عام، يعني كل 5-6 غرف في لهم بروفايل معين، فما في داعي اعمل يعني ديفولت بروفايل للجنرال بروجكت داتا. هلا هو اوتوماتيكي راح ياخذ قيمه افتراضيه، لكن ما في داعي اعذب حالي واروح واحدد قيمه معينه، لاني انا بعرف اني معظم الغرف باعتبار قلت لك في عندي 100 غرفه والبروفايلات فيها مختلفه كثيرا، فما في داعي اعذب حالي في البروفايل اللي هو في البروفايل المستوى الاعلى اللي هو الجنرال بروجكت داتا. لا خلاص، وعذب حالي فقط في الروم، كل روم لازم اختار البروفايل له بدقة، وهي سوف تلغي اي قيمة سابقة، راح تعمل اوفررايد على اي قيمة سابقة. طبعا ركزوا على النقطة يا جماعة، يعني مطيع عم يسأل السؤال هام جدا، موضوع الاوفررايد لازم تعرف انت كل، يعني هذا الكلام لا ينطبق فقط على البروفايلز، ينطبق على البيبول، ينطبق على اللايتينج، ينطبق على الاكوبمنت، ينطبق على الكثير من الامور، طبق على البروفايلز بالإضافة إلى، فلذلك انتبه، يعني هذا الموضوع يسهل عليك الكثير من الوقت ويختصر الكثير من الوقت، لكن الخطأ فيه يعطيك نتائج فيها مشكلة. مطيع بيسأل معناها ممكن البدء في أدخال بيانات الغرفة. المشكلة الوحيدة فقط إذا تنتبه أثناء المحاضرة ذكرت بإمكانك تبدأ بالغرفة، لكن المشكلة الوحيدة أني أثناء تعريفك للغرفة يجب أنك تختار ما هو السيستم التابع له هذه الغرفة. فإذا أنت بدأت بتعريف الغرف قبل تعريف السيستمز، طب أنت ما حددت أي سيستم،
راح تعطيها رقم افتراضي، مثلا راح تعطيها انه تابع على السيستم رقم واحد، انك لازم تختار رقم، ثم تذهب وتقوم بتعريف السيستم. فربما يتضح لك بانه الغرفه اللي انا عرفتها قبل قليل هي تابعه للسيستم 2، فستضطر انك تعود مره اخرى للغرفه وتعدل السيستم التابع له الى الرقم 2. طب اذا انا عندي شيء 100 غرفه، فانا كررت العمليه 100 مره ضيعت وقت. ابدا بالسيستم ثم انتقل الى تعريف الغرف. شوف، الشيء الطبيعي انك انت ما تمسك البرنامج وفورا تبدا بدراسته، لا، الشيء الطبيعي انك انت تمسك المخطط امامك على الاوتوكاد او مطبوع وتعمل تظليل مثلا بالهايلايتر، شيء باللون الاخضر ولا الشيء البرتقالي والازرق، اني مثلا هذه الشقة سأقوم بتركيب جهاز واحد فقط فيها ثلاثة غرف، اذا هذه الغرف الثلاثة منضوية تحت السيستم رقم FCUGF01، فيها ثلاثة غرف كذا وكذا واضحة. الشقة التالية فيها، لأن شقة كبيرة ففيها اثنين فان كويل FCUGF02 FCUGF03، وال02 فيها غرفتين وال03 فيها ثلاثة غرف. لازم تكون خططت لهذا الموضوع قبل البدء في البرنامج، لكن أبدأ في البرنامج مباشرة بمجرد أني عندي مخطط لأوتوكاد المعماري، لا، رح تضيع يعني تضيع عليك الأمور وتضيع وقت. فمن البداية خلص الزونينج وتوزيع الـ AHUs أو الفان كويلز أو الباكج يونز اللي هو، ثم أبدأ بتعريفها على البرنامج لحتى تعرف يعني حسابات الأحمال لديك. في أي سؤال آخر؟ لا، هو يا معن لا يتم تصدير البيانات الى الداكت سايز. اللي بيحدث اني بالالي داكت سايز بتعمل امبورت فروم سي اتش بي اي سي. ربما اكون انا ذكرت المصطلح خاطئ، انا لا اقوم بالتصدير، انا اقوم بالاستيراد من قبل برنامج الالي داكت سايز. في عندي احد الخيارات اني استورد مشروع الي سي اتش بي اي سي،